يقول: هل يدخل في من يكتم العلم في الذي يقول هل يدخل في من يكتم العلم الذي عنده تحذير من بعض المخالفين؟ يقول: هل يدخل في من يكتم العلم الذي يترك التحذير من بعض المخالفين والمبتدعة؟ ما فهمت السؤال. هل يدخل في من يكتم العلم من يترك التحذير من بعض المخالفين والمبتدعة؟ ما هو واضح السؤال، يعني يتركه خوفا من الناس، يترك التحذير من الشرك أو غيره من المعاصي خوفا من أحد من الناس؟ نعم، هذا يدخل في الخوف من غير الله عز وجل، نوع من الشرك. نعم.